يا مرحبا، حياك الله. تفضل عرفنا بنفسك. اخوكم عيد بن فطيح بن سالم برشت القحطاني. والنعم والله. عليكم السلام. كم عمرك؟ 21 سنه. تدرس؟ جامعه. لا. وش تخصصك؟ تسويق. وش حدثنا عن نفسك، مواهبك. اخوكم عيد بن فطيح بن سالم برشت القحطاني، العمر 21 سنه، من سكان ابها. الهوايه التقديم والتذوق ايضا للشعر. شاعر تذوق بالحفظ والكتاب. تكتب شعر؟ نوعا ما، مرة دخل في المجال نفسه بس احفظ الشعراء. طيب يا معيض، ليش داخل وانت زعلان؟ افرد شوي ابتسامة، يبيك تشوف تضحك. ليش كذا معيض؟ يعني كأنك حزين، كأنه داخل يعني انا مرفوض من اللجنة وبطلع خلاص، في شيء بدخل بس كذا، بدخل اسم المقابل بطلع. افرد شوي، انت توك اول لقاء، حتى سؤال واحد تو سأل قال عرف بنفسك. تقدم داخل البرنامج كمقدم ولا كشاعر؟ كمقدم. قدم لي لو سمحت. اسعد الله اوقاتكم كل خير ومحبه، تفصلنا ايام قليله عن اجمل ذكرى وهي توحيد المملكه العربيه السعوديه. فاولا نهني انفسنا ونبايع ملكنا الملك سلمان بن عبد العزيز ونجدد له البيعه والذكرى ولي عهده محمد بن سلمان، ونجدد له ايضا الذكرى ونهني انفسنا ونهني شعبنا الكريم بتجديد وتوحيد هذه البلاد. انا اكتفيت. انا اكتفيت. بارك الله فيك، الله يوفقك. التوفيق. الله يعطيك العافيه. ما سالك فواز. ما اكتفيت على طول. الدكتور ما سالك. الدكتور ما كمل الشاي. مره حاتم بس قال، سألك سؤال واحد اللي هو وش تعريف، بعدين وش المواهب اللي عندك، أعطيتهم تقديم وكأنك مغصوب على اللقاء. والله كأنك ما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني بعد شو قدر الله علي جيت برنامج رصيدك. هذا اللي بتقوله. بس ما أدري، يعني أنت دخلت تبغى بس تدخل اسم أنك وصلت اللجنة وطلعت، ولا تبغى تدخل اللجنة وأثبت لنفسي واللجنة أنه أنا قوي أقدر أدخل برنامج وأقدر أدخل الشيء اللي ممكن أنافس فيه زملائي وأوصل للنهائي ومراحل متقدمة في البرنامج؟ ترى ولا واحد سأل حاتم سؤالين بس، يمكن ما كملت في اللقاء هذا. أتوقع لندخل الذاكرة 50 ثانية. تسلم، شكرا لك.